توماستو خبير في الشعر الجاف والمتضرر. توماستو يعرف أن سر نعومة الشعر تبدأ بترطيب كل جزء من كل خصلة، لذلك ابتكرنا سانسيلك بتقنية نانو. تركيبة جزيئات نانو تمنحك أفضل تغطية لكل خصلة من شعرك، وتعمل على ترطيبه من الجذور إلى الأطراف لتتركه فائق النعومة والانسيابية. استمتع بشعر أكثر نعومة وانسيابية. ابتكرنا سانسيلك بتقنية نانو تعمل على ترطيبه من الجذور إلى الأطراف لتتركه فائق النعومة والانسيابية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية سانسيلك. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية رويبة. رويبة وتحلى الحياة. سبيد لجيزي يقدم لكم هذا البرنامج. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية سيم. سيم، الذوق الدائم. ماركيتش بلي لا غولاسيون تاعنا بردت، وليت فيها حتى بنا. بون، باش تولي فيها البنا بيبيشا جو بونسا لا غولاسيون تاعك هادي، كي تقولي وحدك بردت ديلا شويه كمون شويه زعفران شويه ملح، وباش تسخن فيك كي تقولي بردت ديرها في ميكرو اوند ديرها 30 سكوند عاود تولي لا غولاسيون كيما كانت. هاد الهضره ما نحبهاش، لا فينا راني كونسونطري. حتى كلامك ما ولاش حلو. صامت كلمة حلوة عندي بزاف ما سمعتهاش، حرف واحد عندي بزاف ما سمعتوش. حبيتي كلام شباب، حبيتي كلام فيه قافية وعلى جالو كل الإناث كانت طافية. ماشي مشكل، تبعي على جال بيبيشة. واش ندير على جال بيبيشة ديالي؟ نقدر نسمح من في اللوك، وعلى جال بيبيشة ديالي نقدر ما نسمح في الفيسبوك. أنا تحكمني الموت، سيرتو على جال بيبيشة ديالي يصرالي كي الحوت نخرج دقيقة من الماء يقدر يموت. أنا ماشي ستوت، أنا إنسان عاشق الطقوس وعاشق موادوت. يا أجمل حبة توت، يا أجمل بنت تسمعوني بدون بلوتوت. بيبيشة، هاد الشعر قريب بكيت باسكو لحبيت شوك. واش قلت لك؟ شعر كبير هذا بيبيشة ديالي، خليني نلعب. كملت هذا الشعر متخلف. سمع، على حسب واش كنت تهضر لي، هذه هي التونسية الشابة اللي كنت تهضر عليها. هذه هي، الله يبارك عليك، ادوغابلي ترو مينيون. مرحبا بكم. ميرسي، بارك الله فيك. دونك ابروبو، قلت بالك نتوما باسكو عندكم دي اكسبيريونس اي تو، وحنا رايحين نزوجوا ان شاء الله، و كش ما عندكم كونساي ولا بيسكو فيك فو زافي دي اكسبيريونس دون سا؟ با بروبليم. شوف، عندك واحد الكونساي تسمى باين، نو زواج زهر كيما حبة دلاعة. الا كانت دلاعة حمراء صافي دير زواج حلو، واذا كانت دلاعة بيضاء صافي دير دعوة مرة اخويا. هذه هي سيسال مارياج، سيسال مارياج. مانيش غلط بزاف الملح، بزاف انت تحب الملح. انا وريتكمش الخاتم الجامون اللي هداو لي البارح. الله ما تقولي ليش البارح سيتي لانيفيرسير تاعك. نو لانيفيرسير تاع قطوسي. لافامي قطوسي سا مدي كيك شوز. هذه تقولوا القط نتاعي. لانيفيرسير تاع القط تاعك. ماكلا شويه صمطه وكنزيد الملح.
مدعم صح صح معليش نعاود نشوفو شحال شباب وانت يا ان شاء الله وقتاش راك معول تخطبها اوفيسيالمون دوك ان شاء الله توتوي الو تحبي تزوجي بيا حبيبتي مي بيان سور افيك بليزير هاوي سرقهم ولا بيتهم سي با نورمال الملح كاع واش تقدري الملح البحر ديريه ولا هنا الملح سيدي 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 هكذاك ارتاح الطعام ولا غا كلفك ليا دكتور حاجه لي نديرها تقول لي صمتا ولا راسها يابس على بالي شغل كرهتني ولا شغل بيدو المتقوب واني نعمر فيه المرا حساسه بزاف لازمك تسايسها ساعه على ساعه ديرها كادو مره قولها كلمه حلوه ما تبخلهاش بالكلام الحلو وراو الكلام الحلو يا دكتور قلتو لها كاع قبل ما نتزوجو دوكا قد غير هذاك الكلام اللي ما فهمتش انا نسيت نقولها حاجه مليحه هي تقول لي كلامك صامت والله يا دكتور بورتون ماشي هكذاك نسيت دائما نقولها حاجه مليحه الكلام الحلو ما عندوش عمر هو اللي يخليها تحس بلا فيمينيتي نتاعها على بالي باللي انت تقدر دير واش راح نقول لك درك حبس مبلوكي ولات حاجه ما تعجبو ها تقول شي راني نعمر فيك سكاس شوفي الراجل والجنرال خشين شويه لازمك تسيسيه باريزون واش عليك يمشي بالحفا في الدار ها يمشي بالحفا ومن بعد يطلع لي فوق الفراش اه باسكو انت ما تعرفش حكايه رجليه عبالك بلي نحشم نروح معاه البحر يخلي واحد اللي تخص تقول شي ديناصور خليه واش عليه ثاني كي يشرب الماء من القرعه بلا كاس مي جامي دلا في اه دكتور هادي ما نقدر لهاش هادي برك ما نقدر لهاش خليه يحس بالرجوله نتاعو كوني رقيقه معاه طيبوا له الحوايج اللي حب ياكلهم على بالي بلي انتي كابابل ديري واش راح نقول لك درك هاك تخرب في الساك ما ديرش فيا كونفيونس يا واحد الخداع بيش الساك تاعك كان طايح سقمتو هذا ما كان واش ندير بصاك انا بلتي هادو زعما يقولوا لي هذا راجلك لازم ديري فيه كونفيونس لازم تستهلاي فيه لازم تقلشيه عباك بلي كنت حنطيب لك عصبان بصح انت ما تستاهلش انا ما استاهلش والله العظيم غير عيب عليك هاد الهضره ما استاهلش وتقوليها نورمال بارك الله فيك نو ميرسي لا فوت ديالي تيجانيا ما رانيش فاهمه ما على باليش كيفاش راني حملاتك روح روح تعلم على صحابك روح دير كيما صاحبك هذاك اللي جا تعشى عندنا لا ديرنيير فوا روح شوف كيفاش يقلش في صافيونسي ويفحشش فيها واش من كادوات ومن بعد روح تهضر معايا هذاك صاحبي اللي كتهضري عليها وعايش في الصحاب كيما انا قبل ما نتزوج معاك كنا عايشين في الصحاب بصح هذا مور الزواج كي يتزوج تشوفك شي وليد يجي عندي يبكي وانا داداه انا اللي سكتو تهضري على صحابي صبرك الله فيك ما تنسايش برك غلقي مليح الصاك ماشي غير الصاك اللي حيتغلق قاعدين قاعدين بيبيشا ريحي روحك بروميرمون تي مفتح 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 نو شوفي توحشتك بزاف وكرهت بعدو مع لا باكار منا باسكو نقولك حاجه بيبيشا شوفي فيا مليح نحبك ونحبك ونموت عليك خلاص لا باكار خلاص ماما انا نحبك فوالا اسمح لي بزاف على الكلام اللي قلته لك صباح راك تعرف كنت مقلقه و... ها وانت صافا اليوم شويه صافا انا مقبقات مع روحي فقط بلي نموت عليك يا بيبيش لو كان نحكي لك اليوم واش صرا فيا ما تامنيش
انا بداك واش قلت بيبيتا قبل ما تحكي لي واش صرا فيك لو كان نروحوا لكاشي ستور شيك مع الشماع ولا على صندال وتحكي لي واش صرا فيك ماشي خير مقدرش لازم نحكي لك توك قبل ما نروحوا للغيستو شحال مقلقه بيبيتا احكي لي راح احكي لي احكي لي اليوم صباح حليت ساك ديالي اها وكي حليتو يا يما واش لقيت فيه عباك واش لقيت فيه ما على باليش واش لقيتي فيه لقيت فيه خاتم ديامون يا سبحان الله قولي بالله واش باب عجبك الخاتم عجبك ايه عجبني بصح انا خفت رميتو ايما فهمتي ما هضرتيش ملاح الخاتم لقيتيه ما لقيتيه شفتيه بيبيش انا رميتو الخاتم انا كي كنت جايزة على واد الحراش خويا خفت مشي ديالي رميتو في الواد ايما اه بابا 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 بسم الله بسم الله بسم الله بيبيش اقول لك خلاص معليش زيريني وش بك صرا لك علاش الخاتم ارميته وعلاش ما ديتهاش عند الكوميساريا ولا السبيطار ولا لي بومبي ولا بسم الله بصح واش بك هبلت اين الخاتم بلي مسروق انا نروح برجلي الكوميساريا باش يقولوا لي سرقتيه ماشي تبهديله يا دوكا مولاه اللي راه محروق عليه هبك بيبي شحال كيشت هذاك الخاتم باين بلي غالي بزاف هذاك الخاتم لا واه غالي مولاه عيط لي بومبي بيبي عيط لي بومبي واش بيك عيط لي بومبي باسكو ماشي مولاه اللي محروق شعلت فيا النار شعلت فيا النار بسم الله واش شعلت فيا النار وراي شعلت فيا النار ولا خاتمي دوك رجع لي خاتمي وراه الخاتم يا ولا خاتمي يا جيبولي خاتمي خاتمي يا يما والله خاتم أرواح يا خاتم سليمان أرواح يا خاتم الأمان أرواح يا خاتم الأمان أرواح يا خاتم خليني نسمع دوز سير سانك سيزيام أنا قلت خلاص روميو وجولييت ماذا فهمت بلي روميو وحياة ماشي روميو وجولييت هذا بروالي أنا كلي مبروك عليكم شوفتين سنين شو هذي زمان وكان مباز ولا هذا كده عبك جاتني الدمع أنا خاط شعر كبير واش قلت لك دوك بيبيش العميد شوك متخلف وشنو؟ كيف الدلاع؟ هذا كانت دلاعة خمرة صافي جبت زواج حلو وإذا كانت دلاعة بيضاء دلاعة ألو وي ميمي قولي الله يسجيك سليمة وتما بسم الله ما رش يسمع بسم الله بسم الله Visitez notre showroom et découvrez une large gamme de bureaux et de chaises
adapté à votre besoin. Meubles intérieurs, route nationale numéro 1, Biret Touta, Khraïssia, Alger. 05 58 48 06 16. بيبيش درهم ما عنديش ما دابك ما تجيش الو صافيتك حد صفي عليه قدم لكم هذا البرنامج برعاية سيم. سيم الذوق الدائم. سبيد لجيزي قدم لكم هذا البرنامج. هذا البرنامج برعاية رويبا. رويبا وتحلى الحياة. ذكرنا سانسيتك بتقنية نانو تعمل على ترطيبه من الجذور إلى الأطراف لتتركه فائق النعومة والإنسيابية. قدم لكم هذا البرنامج برعاية سانسيلك. توماستو خبير في الشعر الجاف والمتضرر. توماستو يعرف أن سر نعومة الشعر تبدأ بترطيب كل جزء من كل خصلة. لذلك ابتكرنا سانسيتك بتقنية نانو. تركيبة جزيئات نانو تمنحك أفضل تغطية لكل خصلة من شعرك وتعمل على ترطيبه من الجذور إلى الأطراف لتتركه فائق النعومة والإنسيابية. استمتع بشعر أكثر نعومة وانسيابية.